السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية طلاب الأحباء، طلاب الصف الخامس. اليوم يا خامس إن شاء الله درسنا هو التراث الشعبي من الوحدة السابعة والوحدة الأخيرة. طبعا اليوم نتعرف على التراث الشعبي الأردني، وراح نحكي درسنا اليوم عن أهداف الدرس. طبعا راح يكون أنه راح يتعرف الطالب معنى التراث الشعبي الأردني، وأن يجب عليك أنك تعدد العادات والتقاليد الأردنية، وأنك تتعرف على أهم المجالات التراث الشعبي. طبعا مفهوم التراث الشعبي هو كل ما خلفه لنا الأجداد والآباء من كل ما خلفه لنا الأجداد والآباء ما خلفه لنا أي ما تركه لنا الأجداد والآباء من آداب وقيم وعادات وتقاليد ومعارف شعبية وفنون. فلكل شعب تراثه الخاص الذي يعتز به ويميزه عن غيره من الشعوب. تمتاز محافظات المملكة الأردنية الهاشمية بتنوع فريد في عناصر تراثها الشعبي، إذ يمثل كل عنصر من التراث العريق الحياة الاجتماعية مختلف مجالاتها على امتداد ربوع وطننا العزيز. طبعا هذا مفهوم عندنا التراث الشعبي، إذا هو كل ما خلفه أو تركه لنا الأجداد والآباء. ممتاز. مجالات التراث الشعبي عندنا لها عدة مجالات. أول شيء الألعاب الشعبية، المأكولات الشعبية، الملابس التقليدية، الفلكلور الشعبي، وأيضا الشعر والقصة، الحرف التقليدية، والعادات والتقاليد. هذه كلها طبعا مجالات التراث الشعبي. راح نتحدث اليوم عن العادات والتقاليد. أولا العادات والتقاليد، لكل مجتمع مجموعة من العادات والتقاليد الاجتماعية اللي بتميزه عن غيره. والمجتمع الأردني كأي مجتمع آخر لديه عاداته وتقاليده الاجتماعية المميزة والمتوارثة عن الآباء والأجداد. يعد الكرم والضيافة في المجتمع الأردني من أبرز العادات والتقاليد الاجتماعية، مثل تقديم القهوة للضيف إلها أصول وقواعد تعلمنا منها الكثير من الخصال الطيبة. فعلى المضيف مسك دلة القهوة باليد اليسرى والفنجين باليد اليمنى، تصب القهوة للكبير ثم يليه من الحضور، وتصب القهوة عادة 3 مرات بكميات قليلة في قاع الفنجان. يجب على الضيف أن يهز الفنجان إشارة إلى اكتفائه منها. هذه العادات والتقاليد، وحكينا عن الأمثلة مثل عندنا مضافات، بيوت شعر، تقديم القهوة العربية، هي كلها ظواهر موجودة عندنا في العادات والتقاليد. أيضا العادات والتقاليد من العادات والتقاليد المحببة للنفس منها إكرام الضيف ومساعدة المحتاج، احترام الجار وزيارات المرضى، هذه محببة. أما العادات السلبية التي يجب أن نحاربها وننبذها مثل إطلاق العيارات النارية في الأعراس والحفلات. لهون خامس نكتفي إن شاء الله، المرة الجاية بنكمل شرح بقية الدرس.